وفي ختام الاجتماع قام سعادة وزير الخارجية وسعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. وتشمل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى برامج تنفيذية في مجال الصناعة التقليدية ومجال الأوقاف والشؤون الإسلامية وإطار تعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. كما قام الوزيران بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة معربين عن تطلعهما لتنمية وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وصدر عن الاجتماع بيان مشترك عكس عمق علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين والحرص المشترك على الدفع بمسيرة التعاون الثنائي إلى آفاق أشمل لما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين. الاجتماع ركز على مختلف المجالات للتعاون، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك وكذلك محضر راح ينعكس في خطة للتعاون الثنائي بين البلدين. راح يتم متابعة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مختلف المجالات، مجالات عديدة. تم كذلك التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. اليوم كانت مناسبة باش نشوفوا ما تحقق ونأكد على أن هناك واحد الضرورة لخلق آليات المتابعة. نتخذ قرارات في اللجان المشتركة، ولكن الأساسي هو أن نعمل على متابعة تطبيقها، وبالتالي اتفقنا على أن هذا المحضر وهذا ما تحدثنا عليه اليوم يترجم إلى واحد خريطة الطريق بتواريخ للإنجاز وبتحديد المسؤولين عن الإنجاز.